السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الخيول ليوم الغد اللي غيكون في التيغان ديال ريمس، غيكون في الكرون ناسيونال دو تروت في لينيو ان في بروميير كورس. غتكون مع الوحدة تقريبا الوقت المعتاد ديال كانتي في يوم الأربعاء. على كل حال إخواني الكرام، غادي نتكلموا على التيران ونتكلموا على الإيطاب ونتكلموا على الخيول اللي مرشحة ونشوفوا شكون هما الخيول اللي غيكونوا في البياج. على كل حال يا أصدقائي الكرام، غادي نشوفوا بأن الإمير دو بريزواغ رقم واحد ديال إيكوري دانوفار اللي غيكون من الخيول في البروميير بوتو، كاين إيفريك فايكينغ بروهر رقم جوج عود اللي تيدير لينا المونتي، غيكون فيلي والهوليوس سي عود ديال سيباستيان هاردي، عود غيكون ديفيلي فقط دينر بلاكي في انتيريور وديفيلي في البوستيريور. غاز دوكان المنافس اللي غادي يكون منافس قوي للعود، غاز دوكان ربما كعود مشفى فوري في الأونغا وكان خسر في الجرون يميرو، كان في الدوزيام بوطو ويكون في البروميير بوطو. العود اللي كان ربحو بلاصة هو الخمسة أمبليم أورانج تروازيام بلاص، وكان خسر معاه كذلك في الفانسين سيكيام بلاص إنيوس دانيكا يكون رونتري، والسبعة دياغو ديولي عاد عود دياغو ديولي غادي يكون خيول ديال الاوتسايدر انيكسيس بلو، خيول ديال الكلاس غادي يبقى وخفيري غادي يبقى يقدر يخلق الحادثة. العود هاليسيا بيلا اللي كان دار لينا ديسكاليفي في البروميير في البدايات ديال الكورسة ديال الكرو ناسيونال دو تروتو كان صلاح ولكن تعطل ودار ويتيام. الغاليك ديروشر هو اللي كان دار كاتريام معاهم، والفراغونار ديلو ديال انطوان باكاري هذا واحد العود فراغونار ديلو اللي كان صراحة ديال فرانك لو بلون ودابا يتحول عند انطوان باكاري، دونك هذا عود نقدروا نحتفظوا به الاخوان من اخطر خيول في الكرون ناسيونال دو تروت هو البلوريس ديال البروميير بوطو. بالنسبة لجون شارلي بيتون هيدالغو دينوي دروب دوريز فالكو دافاروس خيول غتكون في الديليسي، وكيتانو الكاسبار دانجيس خصو هادو خيول ديال البياج، هادو خيول ديال البياج رقم 15 ورقم 16 غادي نهضرو عليهم حتى هما. نهضرو على التيران بصفة عامة، ومن أخطر لي تيغان اللي كاينين جوج ديال لي تيغان اللي ما كيجيوش فيهم دوزيام بوطو بنسبة كبيرة، يعني كاين تيغان ديال كان لأن لا ديستونس قصيرة فيه 2450 و 2475، صعب الخيول تدير دوزيام بوطو باش تجي كاملة، يعني كيقدر يطلع داك عود كاع إلا كان عود صحيح كيطلع. كذلك التيران الثاني هو هذا ديال ريمس اللي ريمس تا هو من لي تيغان اللي ما كيجيوش فيهم الدوزيام بوطو يعني بشكل كبير، يعني يقدر ما يطلع حتى شي عود في الدوزيام بوطو، يقدر يطلع عود واحد. اذا اخوتي غادي نخلي لكم الاختيار ما بين كيتانو رقم 15 ديال توفال ديستان والكاسبار دانجيس رقم 16 ديال جون ميشي بودوان، يعني تما الا كان غادي يطلع شي عود غيطلع فقط عند هادو، اما الكنز يا اما السايس يا اما تا واحد. غتقول لي يا غاسبار دانجيس هذا واحد العود ليه وخطير، غنقول لك سي فري، وتقول لي يا كيتانو غنقول لك تا هو من اصعب الخيول في التيرانات ديال الصابل، متفقين، وانما غيكون فيهم البيج اما عود اما حتى عود. دونك الضربه غتكون في البروميير بوط والاخوان 100% غادي تكون عند فراغونار ديلو، هذا نقدر نحسبوه من الخيول اللي نقدر نحطوها في لاباس وما نخافوش، وكاليك ديلوش رقم 10 نقدروا حتى هو نحطوه في لاباس، والهاليسيا بيلا رقم 9 حتى هي نقدروا نديروها في لاباس، والانكسيس بلو ديال لورون كلود ابريفار حتى هو نقدروا نديروه في لاباس وما نخافوش. دونك اربعه ديال الخيول 8 9 10 11
فيها حصيلة الأسد الإخوان، وغادي نزيدكم كذلك دياكو ديولي الرقم 7 والكات كعود نقدروا نحتفظوا به في لاكان هذا العود، الكاس دوكان نقدروا نحتفظوا به بلاكان لأنه هو المنافس ديال لي فافوري ديال الكنز أو السايس. بالنسبة للهاليسيو هاليوس السيدة واحد العود لكازاك الصفراء على ما أظن ديال سيباستيان هاردي، لكازاك الصفراء جون شارلي سيور هي هادي، عندو دي كانتيات، عندو ثلاثة د الكانتيات، دالينا لابلاس واحد، دالينا الكابوك ساتيام فيري. المهم واحد العود اللي غيدير لنا لاول مره تيغان ديال الريم اولا الكرون ناسيونال دو طوت بصفه عامه، تبقى من الخيول اللي كتقدر تخليها مور اكس مور اكس كما كتشوفوا كمشى فافوري هوليو سومولي في لو سمايلين برازيليا. المهم عود يقدر ينفعو البروميير بطولة غير. اذا اخوتي لا سيليكسيون ديالنا غادا تكون كالتالي، وكنتمنى نكون موفق. كاينين واحد نتاكدوا منها ديغو ديولي هذا عود ديال فيرفا، تبقى لوريجين مانيفيك رونتني يعني نعرفوا هذا العود، عود هذا العود عنده 10 سنين من الخيول اللي راجع في الديفيراج ودار ويتيام في الكرواتي لاروش، وهاد الكرواتي لاروش كانوا مجموعا فيها غير الخيول قوية. مؤخرا هاد العود هذا كانوا مجموعين من الخيول القوية في هاد الكورس هادي، يعني الفايت هيل ايمونكور دازيف والجيل، يعني خيول قوية. جولد مونكور في سادو ديرفا هو كان مشى بواحد وعشرين، مشى مع كاتيجوري اللي هي واعرة صراحة، تبقى دائم زائد دي فراش اللي غادي بيه هو. عود اللي تعرف درواتي مزيان، تبقى خوت رقم 8 ممكن يكون رقم 7 عفوا، يعني عندنا واحد 5 ديال الخيول في الكرون نيميرو، يعني 7 8 9 10 11، يعني 5 ديال الخيل. وغادي نزيدكم عود ما بين 3 كات او لا بجوج، لان الكات انا عندي الكات، يعني يوليو عندنا 7 ديال الخيل. 7 ديال الخيل راه هادو هما اللي انا عندي، نقدر نزيد شي عود ما بين 15 16، نشوفوا فين كاين الضربة فيهم، لان راه ما يطلعوش بجوج، وانا مؤكد 100% ما يطلعوش بجوج، يا عود يا تعاود. هادشي اللي كاين اخوتي، دمتم في رعاية الله وحفظه. اللي تفرج في هاد لا فيديو عجبو البرونوستيك ديالنا راه غيدعمنا بديك لايك وبارك الله فيكم. تنهضروا مع الرجال، الناس اللي كيتبعونا بشحال هادي، اما الاخرين ما كاينلاش ديرتي ديك لايك بلا ما ديرها، ولكن الرجال الناس اللي كيدعمونا معنويا هما اللي توصلوا لهم هاد الفيديو. كنتمنى يكون نكونوا في حسن الظن للجميع. الإخوان خلينا لكم الراحة ومع السلامة.